بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في المحاضرة الثانية من محاضرات الفيروسات الطبية بعنوان البريون. البريونات هي عبارة عن infectious agent, عامل معدي, thought to be the cause of the transmissible spongiform encephalopathy, يسبب مرض اعتلال الدماغ القابل للانتقال, اعتلال الدماغ الإسفنج القابل للانتقال. It's composed of entirely of protein material, يعني هو يتكون بشكل أساسي من مادة بروتينية تدعى البي ار بي. يعني بشكل عام عندنا البريونات هي عبارة عن بروتينات معدية غير طبيعية تسبب بعض الأمراض. من هذه الأمراض هو مرض الاسكاربي في الشيب أند جات, كذلك مرض البوفين سبونجي فورم السفالوباثي اللي هو نفسه الميت كاو ديسيز في الكتل, وكذلك سبب مرض جروتز فيلد جاكوب ديسيز في الهيومن, كذلك سبب مرض جيرستمان ستراسلر شينكر سيندروم في الهيومن, كذلك سبب مرض الفيتال فاميليل الانسومينيا والكورو في الهيومن. نأتي الآن إلى ستركتشر تركيبه. The protein that prions, يعني بروتين الذي يدعى البريونز, بروتينات التي تدعى البريون تتكون من PRP, تتكون من مركب اسمه PRP, is found throughout the body, يعني هذا البروتين اللي هو PRP أو البريون بروتين موجود في كل أنحاء الجسم. Even in healthy people, حتى في الأشخاص الأصحاء هذا البروتين موجود. And animals, وكذلك الحيوانات. However, PRP has a different structure, يعني البروتين البريون راح يكون له تراكيب مختلفة. ومع ذلك فهو يظهر, مع أنه هو بروتين فهو يظهر resistant to proteins, يعني يظهر مقاوم البروتين الانزيم البروتيز. النورمال فورم يعني الشكل الطبيعي للبروتين البريون يدعى PRBC, يعني البروتين البريون أول شيء يكون موجود في كل أنحاء الجسم ويكون موجود حتى في الأشخاص الأصحاء وكذلك الحيوانات, يعني اللي يعني تكون صحتها زين مو مريضة. يكون بشكله في هذه الأفراد راح يكون بشكله الطبيعي اللي هو PRBC, بينما الانفكشز فورم الشكل المعدي له يدعى PRBSC. الشكل الطبيعي للبروتين البريون هو PRBC, بينما الشكل الانفكشز فورم يدعى PRBSC. السي ماذا يشير السي؟ البي ار بي سي ريفيرز تو سيلر بي ار بي, يشير الى البي ار بي الخلوي. ات از نورمال بروتين, هو عباره عن بروتين طبيعي. فاوند اون ذا ممبرينز, موجود اوف ذا سيلز, موجود في اغشيه الخلايا. بينما عندنا الاس سي, بي ار بي اس سي, الاس سي ماذا يشير؟ يشير الى ما يدعى بالسكار بي اللي هو بروتين تايبك بريون ديسيز, اللي هو مرض مرض البريون البروتيني الموجود في الشيب الاغنام. It is has a higher proportion of B sheet structure and plus to the normal alpha helix structure. Aggregation of these abnormal isoforms form highly structured amyloid fibers which accumulate to form plaques. يعني هو الشكل الطبيعي لبروتين البريون, يعني فورم النورمال فورم هو البي ار بي سي. السي هذا السي يشير الى سيلولر بي ار بي, يعني البروتين البريون الخلوي الطبيعي الموجود في الممبرينز اوف ذا سيلز, في اغشيه الخلايا. بينما البي ار بي اس سي يعني الاس سي يشير الى ما يدعى بمرض الاسكار بي اللي هو بروتين, عباره عن بروتين تايبك بريون ديسيز, مرض البريون النوعي الموجود في الشيب الاغنام.
الآن ننتقل إلى الترانسميسبل الترانسميزيشن الانتقال، شلون هذا المرض أو هذا البروتين ينتقل بين الأفراد. It has been recognized that prion disease can arise in three different ways. مرض البريون راح ينشأ بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى قد يكون acquired مكتسب أو familial or sporadic، يعني قد يكون هذا المرض عائلي يعني وراثي. نأتي إلى النوع الأول اللي هو الأكيرد المكتسب. المكتسب مثل إيش؟ مثل عندنا مرض كروتسفيلد جاكوب ديسيز الناتج من عن طريق اكسبوجر عن طريق التعرض تو ان اكسترنال سورس الى مصدر خارجي اوف ابنورمال بريون بروتين الى بروتين البريون الغير الطبيعي من مصدر خارجي. يعني هذا المرض الكروتس فيلد جاكوب ديسيز ناتج بسبب التعرض لبروتين البريون غير الطبيعي من مصدر خارجي. This serves estimated to be either medical procedures، يعني هذه المصادر قد تكون عن طريق الأدوات involving instruments، قد تكون عن طريق الإجراءات الجراحية اللي تشمل الأدوات المستخدمة في النيورون سيرجري الجراحة العصبية and growth hormone وهرمون النمو from human sources من مصادر بشرية of certain transplanted human tissues. وكذلك راح ينتقل عن طريق الأنسجة البشرية المنقولة يعني الزرع or from meat أو قد ينتقل من مصادر الحيوانية اللحوم الحيوانات ومنتجاتها. المصابة بالبوفين سبونج فورم انسيفالوباثي المرض جنون البقر. كذلك عندنا قد يكون هذا المرض مصدره فاميلي عائلي. المرض العائلي راح تدخل به الهيرديتي فورم الشكل الوراثي الذي يكون بسبب السيارتين تشينجز تغيرات خاصة تحدث في البريون بروتين جين. يعني المصدر الآخر هو العائلي أو اللي هو الشكل الوراثي اللي يكون سبب شنو سبب certain changes in the prion protein gene سبب تغيرات خاصة أو نوعية في الجين المسؤول عن بروتين البريون. These genetic changes are dominant. هذه التغيرات الوراثية قد تكون محددة في أشخاص معينين. Sporadic Creutzfeldt Jakob disease develops spontaneously for no reason. يعني هذا المرض الكروتسفيلد جاكوب ديسيز راح يتطور بشكل سريع لأسباب غير معروفة. ننتقل الآن إلى البريون ريبليكيشن ميكانيزم، إلى ميكانيكية تكاثر بروتين البريون. هناك بالحقيقة ميكانيكيتين لتكاثر بروتين البريون. الأولى هي الهيتيرو دايمر موديل. في هذه الميكانيكية اللي راح عندنا جزيئة البي ار بي اس سي واحدة راح بينجز ترتبط بجزيئة بي ار بي سي مفردة، وهذا راح كاتالايزز اتس كونفرسيشن انتو بي ار بي اس سي. هذا راح يحفز البي ار بي جزيئة البي ار بي سي على ان تتحول الى الجزيئة الغير طبيعية الى الشكل الغير طبيعي لبروتين البريون اللي هو البي ار بي اس سي. اما الميكانيكية الاخرى اللي هي الترنيتيف موديل، في هذه الميكانيكية راح يكون عندنا هاي الميكانيكية لا تعتمد على وجود البي ار بي اس سي، لكن فقط تعتمد على وجود الالياف، حيث ان الفايبرال انت نهايات الالياف للبروتين البي ار بي اس سي راح ترتبط بالبي ار بي سي وتحوله الى شكل غير طبيعي اللي هو البي ار بي اس سي.
ننتقل الآن إلى سيمبتومز، بعض الأعراض اللي تخص مرض الكروتسفيلد جاكوب ديسيز. بعض الأعراض الشائعة هي الدبري سيشن اللي هو الارتباك أو الاكتئاب، الاجيتيشن اباثي اند مود سوينجز اللي هي العصبية والتغيرات المزاجية. الأعراض الأخرى هي rapidly worsening confusion disorientation and problems with memory thinking planning and judgment اللي هي التغيرات في الذاكرة، منها فقدان الذاكرة وعدم القدر على التركيز. من الأعراض الأخرى هي difficult walking المشي بصعوبة، وكذلك عندنا المصل stiffness والتويتشز and involuntary jerky movements اللي هي تصلب العضلات والتشنجات. نأتي إلى الدياجنوسيس التشخيص، شلون احنا نقدر نشخص مرض الكروتسفيلد جاكوب ديسيس. هنالك بالحقيقة ثلاث طرق للتشخيص. من الطرق هي الشائعة هي الطريقة الأولى هي الالكترو الانسفالو جرام، والطريقة الثانية هي البراين ماجنتيك ريزونانس اميجينج، والثالث طريقة هي اللامبر بانشر. نأتي الآن إلى الميديكال كير، إلى بعض النقاط المهمة للوقاية. أولها هي الديس كونتينيو أني ميديكيشن ذات كود امبير أور كاوز الكونفيوشن، عدم ترك الميديكيشن الأدوية. الثانية عندنا the transmissible spongiform encephalopathy are rapidly progressive، يعني مرض الاحتلال الدماغ الإسفنجي القابل للانتقال راح يكون هو عبارة عن مرض عصبي، يكون يعني المرض يتخصص الموجود فيه يأثر على الأعصاب وراح يكون مميت وسريع التقدم. ليس هنالك أي علاجات، no treatment has proven efficacious، ليس هناك أي علاجات أثبتت لعلاج هذا المرض، لكن هناك عندنا بعض الإجراءات الكيميائية، العلاجات الكيميائية الكيموثيرابي التي راح تعتمد على blocking the conversion of PRPC to PRPSC إلى منع انتقال الـ PRPC إلى PRPSC. من الإجراءات الأخرى هي الـ promising therapeutic approaches made to block the production إلى منع إنتاج الـ PRPSC، وهذا يعتمد على PRRNA interference passive or active immunization as well as بالإضافة إلى inhibition of PRPSC formation إلى تثبيط تكوين الـ PRPSC. إلى هنا تنتهي المحاضرة الثانية، والمحاضرات الملفات تخص هذه المحاضرات موجودة في قناة التليجرام، ورابط القناة موجود في صندوق الوصف. شكرا على حسن استماعكم.